أكثر من 23 عاماً والعم نامق لم يكل ولم يمل من تقديم وجبات الطعام بيده للفقراء وعابري السبيل والكسبة والعمال، سواء كانوا عرباً أو أكراداً، مسيحيين أو مسلمين. منذ 23 عاماً وأنا أجهز الطعام والمساعدات الغذائية والمالية للفقراء والمساكين والمتعففين من أهالي السليمانية والساكنين العرب أيضاً ومختلف الجنسيات. لا أسأل من أين أنت ومن أين دين أو مذهب، كلنا بشر نجتمع في الإنسانية. لا أهدف من عملي غير رضا الله، وسيكون أولادي من يخلفني بعد مماتي بهذا العمل. إنه عمل يسعدني ويمنحني الطمأنينة والسكون. هذا واجب كل إنسان مقتدر، أن يقدم المساعدة للآخرين بأي شيء. يسر حاله البسيط وحبه لعمل الخير جعل منه قدوة لكثير من الناس ومضربا للكرم والجود وحسن الخلق، ويحبه الفقراء والمحتاجين. والله هذا إنسان نموذجي، دي يقدم خدمة للضيوف والفقراء محافظة السليمانية، وإنسان مبين في المحافظة وله شهرة ومعروف في المدينة، ومن زمان هذا يقدم خدمة للمحتاجين. ونتمنى يكون عندهم أمثاله، يزيد أمثاله مثل حاج نامق، ونتمنى لهم نتمنى له عمر طويل في خدمة المواطنين. صار أكثر من سنة نعرف فكاك نامق، كلش إنسان محترم، يقدم مساعدات مالية، وكل يوم كل العمال بسليمانية يجون يتغدون هنا يمه، ويقدم لهم حتى مرات مسواك. هواي أطفال من المنطقة يجون كل يوم يعطيهم فلوس كاك نامق، واتمنى يا رب كل محافظات العراق يكون به الإنسان الطيب الخلوق، كردي عربي مسيحي، كل الفئات تجون هنا، ماكو فرق، كاك نامق ماكو فرق. لعل العم نامق ليس الوحيد في السليمانية، لكنه من القلائل الذين جادوا بما طابت به أنفسهم من طعام ومساعدات مالية لكل محتاج، ووصيته لأولاده عدم قطع هذا المعروف حتى بعد مماته. من السليمانية، مخلد محمد، قناة دجلة الفضائية.